ورحمة الله وبركاته. أخوان الأعزاء، في الحلقة السابقة تحدثنا موضوع اللوبس إن سي بلس بلس أو الجملة التكرارية في لغة سي بلس بلس، وتحدثنا عن الفور لوب، وعرفنا ما موضوع ما معنى اللوب بالشكل النظري، وعرفنا ما فائدة اللوب، وكذلك تحدثنا عن أو شرحنا موضوع الفور لوب إن لغة سي بلس بلس، وحلينا سؤال عليه وحلينا سؤال بعدة طرق. إن شاء الله في هذه الحلقة راح نتحدث عن سؤال آخر أعتبره سؤال مهم جدا، أنت كمبتدأ أو بيجنر في لغة C++ أو أي لغة برمجية أخرى لازم تفهم هذا السؤال، إنه جواب هذا السؤال كيف راح يكون. وطبعا هذا السؤال مرشح إنه يجيك في الامتحانات، وحتى إذا ما جاك في الامتحانات فهي فكرة لازم تفهمها، لازم تفهمها، يعني ما أقدر أبدأ بالمواضيع الأخرى أشرحها إذا ما تفهم هذا السؤال. خلينا نركز على السؤال. السؤال ايش يقول؟ يقول write a program in C++، اكتب برنامج بلغة C++ او في لغة C++ to find the first 10 natural numbers، لطباعة او لإيجاد او لطباعة to find او print، يعني بنفس المعنى يجي لإيجاد الأرقام الطبيعية العشرة الأولى، natural numbers يعني طبيعية، natural number يعني أرقام الطبيعية العشرة الأولى، first ten يعني العشرة الأوائل، مثل ما يقول العشرة من البداية. simple out يعني شكل المخرجات راح يكون، أو the natural numbers are، تشوف من طيق 1, 2, 3, 4 لحد العشرة، يعني يطلب منك برنامج يعطيك هاي النتيجة، يعني هذا ال output مال البرنامج راح تكون. أو بالعكس يقدر يجيب لك الأستاذ بالامتحان، يقدر مثلا ينطيك الأوتبوت ويقول لك سوي لي مثلا مثل ما هسا عندي الأوتبوت، سوي لي برنامج يطلع لي هذا الأوتبوت، أو يقدر بالعكس يسوي لك ينطيك البرنامج الفكرة الكاملة مال البرنامج ويقول شنو المخرجات هذا البرنامج، أو يطلب مخرجات هذا البرنامج منك. فأنت إذا فاهم الفور لوب راح تكون سهلة عليك، ومثل ما هسه راح تشوفوها سؤال كلش بسيط وما عليه يعني أي فكرة غريبة أو شيء غريب، يعني مثل ما قلت الموضوع سهل، الموضوع بسيط لكن قليل من التركيز حتى تفتهم البرنامج. زين، شلون نسوي برنامج بصيغة فور ويطبع لنا الأرقام العشرة الأولى، الأرقام الطبيعية العشرة الأولى natural numbers؟ هسه نجي على البرنامج هنا. أول شيء إحنا يراد لنا اللوب، ليش لوب؟ لأن حتى نطبع كل هذه الأرقام 1, 2, 3 لحد العشرة. هذا الفور إيش أسويه؟ أقول له فور، وقلنا لازم تعرف متغير variable، أقول مثلاً integer. في المرات السابقة أخذنا الآي، أخذنا الكي، خلينا هذه المرة مثلاً نأخذ الإس. الإس هنا إيشني؟ الاس اذا تشوف هسه هنا هذا الرقم منين يبدي؟ يبدي من واحد، فما اكو داعي يعني اني ابدي من الصفر، ماكو داعي اني ابدي من الصفر، فالافضل مثل ما هو الاستاذ مسويها اني هم ابدي من الواحد، اقول له واحد، يعني البيجنينج او الستارت اوف بروجرام راح يبدي من الواحد، ما راح يبدي من الصفر. ليش؟ لان الاستاذ هو يعني بادئ من الواحد، فالافضل اني هم ابدا من، طبعا تقدر مثلا تبديها من الصفر هم يعني راح يراد له شوية تغييرات، لكن نفس الفكرة راح تكون. زين، هذا البرنامج لوين راح يصل ويوقف؟ ما مو إذا تشوف مثلا هسا هنا هذا الأرقام من الصفر للعشرة، بمعنى أنه البرنامج إذا وصل على العشرة خليه يتوقف. فالكونديشن أو الشرط هنا أش أخلي؟ أقول له الإس أقل أو يساوي عشرة. احتمال واحد يسألني يقول لي ليش خليت اليساوي؟ طبعا راح تظهر عند النتيجة وبعدين راح أقول لك ليش أنا خليت اليساوي، وطبعا راح أجربه بدون يساوي همنا، وأنتم هم إذا جربتوا راح تشوفون الاختلاف أنا ليش خليت اليساوي. زين، هسا هذه الأرقام مقدار الزيادة بين هاي الأرقام إيش قد؟ إذا تشوف هسا هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 وهكذا إلى 10، تشوف هنا مقدار الزيادة بمقدار 1، يعني الزيادة 1 راح تزداد، مو 2 أو 3 أو 4 مثل ما شرحناه في الحلقات السابقة. فهنا إيش راح أسوي؟ أما أسوي مثلا S زائد زائد، هنا راح يكون مقدار زيادة 1،
أو أقدر أخليه إنه أخليه إس يساوي إس زائد واحد نفس النتيجة راح يطلع لي، أو إذا خليت إس زائد يساوي واحد طبعا أيضا راح يطلع لي نفس النتيجة. فهاي كل هاي الطرق لازم تفهمها، لازم يكون واضحة عندك، حتى إذا الأستاذ جاب لك هذا الكود وقول لك شنو هو الأوتبوت لهذا الكود لازم تفهمها، لازم تفهمها بصورة صحيحة. فهذا هو الإس، إس بمقدار واحد راح يزداد. وبعدين أجي شو أسوي؟ بعدين أجي أقول له سي أوت، هنا أنا سي أوت أشنر اللي راح أطبعه، هنا أنا أشنر أطبع، ما راح أطبع كلمة ولا راح أطبع أي شيء، الشيء اللي أطبعه فقط إس، هو إس مرة واحدة، مرة ثانية راح يزداد، مرة ثانية راح يصير اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة للعشرة. إذن هنا أنا إيش أخلي؟ أخلي الإس، تمام؟ أسد القوس يعني أو أنهي الجملة. هسا إذا تجي أنفذ البرنامج راح يطبع لي الأرقام، بس يراد لها شوية جمالية، يعني شوية مثل ما يقول تكملة أو جمالية للبرنامج. شوف هسا هنا أنا هو إيش مسوي لك؟ مسوي لك من واحد للعشرة كله مزج، فكله صارت رقم واحد، فما يعني لازم يكون الأرقام مو ممتزجة ويا بعضها، لازم تكون مسافة بيناتهم. شلون نسوي له مسافة؟ طبعا هنا أنا إذا تذكرون بالسي أوت أتوقع بالحلقة الثانية أو الثالثة من الكورس أو الرابع ما أذكر بصراحة، تحدثنا عن السي أوت، قلنا شلون مثلا تسوي لك سي أوت جميل وتتحكم به بكافة الأشكال. من ضمن هاي أخذنا سلاش تي، سلاش تي قلنا سبيس بمقدار خمسة أو ستة نقاط، فإحنا هنا هم راح نستخدم السلاش تي. شلون راح نستخدم سلاش تي؟ بهذه الطريقة تكتب سلاش تي حتى ينطيك مسافة، وبعدين تجي تنهي الجملة مرة ثانية. زين هسا إذا أجي أنفذ البرنامج راح يصير عندي اختلاف، لكن يراد له تغيير آخر. شوف هسا طبع لي من واحد للعشرة بصورة صحيحة. زين هنا أنا إذا مثلا لو كان مثلا أنا مثلا أخلي سبيس واحد أو سبيسين من عندي، مو سلاش يعني استخدمته، شوف النتيجة شلون راح تكون. النتيجة أنه شوف البريسس بنفس السطر مال الأرقام، وهذا شيء مو يعني مو حلو، لازم هذا البريسس أني كي ينزل لي سطر جوا، لأن حتى يطلع لي نفس النتيجة مال الأستاذ اللي هو طلب مني. فأنا إيش راح أسوي؟ بعد ما أخرج من اللوب هنا أنا أقول له بهذه الطريقة، أقول له سي أوت، وهذا السي أوت ما أطبع به شيء آخر، لكن فقط راح أنزل به سطر. إيش نيس راح أسوي؟ أقول له إند لاين، تشوف إنه هسا هذا الكلمة البريسس أني كي راح ينزل لك سطر جديد، وما راح يكون بنفس السطر اللي بيها الأرقام. فهذا هو الجواب مال هذا السؤال، هذا جواب السؤال الكامل والموضح. زين بقت عنده شغلات بسيطة قلنا لازم نفهمها. قلت بالبداية يجوز واحد يسألني يقول لي ليش انت خليت اليساوي هنا؟ أنا شوف هسا اذا ما اخلي اليساوي ما راح يطبع عشرة، راح يطبع لي فقط تسعة، وشوف النتيجة ليش، لان راح يستمر لحين ما يكون الاس اقل يعني الاقل من العشرة، وما قلت اليساوي عشرة، فلذلك ما جاب لي العشرة. فالافضل هنا انك تخليه العشرة همينة، فالأفضل هنا تخليه العشرة. زين والسؤال الآخر، أنا بالبداية بديت من الواحد، وقلت يجوز واحد يسألني يقول ليش أنت بديت من الواحد وما بديت من الصفر؟ شوف هسا إذا أبدي من الصفر راح يطبع لي صفر همينة، والصفر ما موجود ضمن السؤال، صفر ما موجود ضمن السؤال، لأن الصفر إحنا نعتبره عنصر محايد ولا ينتمي. شوف هسه طبع لك الصفر همينة، والصفر ما موجود بالسؤال، لذلك هنا أنا بديت من الواحد. زين السؤال الآخر، هذا الاس اس يجوز واحد يقول لي الاس بلس بلس، يجوز واحد يقول لي ليش ما سويته مثلا بلس بلس اس بهذه الطريقة، يعني بري أو ليس بوست. طبعا حدثنا بحلقة كاملة على البري والبوست همين ووضحنا. شوف النتيجة، النتيجة هم نفس النتيجة، النتيجة هم نفس النتيجة، يعني ما يختلف عنها. زين يجوز واحد يسألني يقول إذا جاني بالسؤال مثلا، جاني سؤال بهذا الطريقة مثلا
قال لي مثلا S يساوي S زائدا 1. شوف النتيجة، النتيجة هم راح تكون نفس النتيجة، لا يختلف مليم واحد. فأنت لازم تفهم كل هذه الطرق، حتى إذا جات لك مثلا سؤال أو جات لك فور بهذه الطريقة وقال لك الأستاذ شنو مخرجات أو الأوتبوت لهذا السؤال، أنت لازم تكون فاهم الموضوع. طريقة أخرى مثلا إذا قال لي إيه زائد يساوي واحد، طبعا النتيجة هم راح تكون نفس الطريقة وما يختلف عندك كل شيء، ما يختلف عندك كل شيء، كله نفس المعنى، كله نفس المعنى، لكن كلها طرق لكتابة الكود. فالكود دائما يقول الكود يعني الأقوى والأحسن هو الأقصر. يعني مثلا شوف هسه بهذه الطريقة أنا أعتبرها أقصر طريقة، لذلك راح نستخدمها بهذه الطريقة. وإذا تشوف النتيجة مثل ما قلنا راح تكون نفس النتيجة وما يختلف. وطبعا راح أخلي لك هذا الكود همنا أسفل الفيديو بالتعليقات، وأنت لازم تجرب كل هاي الحالات اللي هسه جربتها وتكتب ملاحظاتك عليه وتفهم الموضوع، حتى عندما يجيك أي سؤال في الامتحانات مشابه لهذه الأسئلة أنت تجاوب بصورة صحيحة. ليش؟ لأنك أنت فاهم الموضوع وما حافظ الموضوع. طبعا اللغات البرمجة لازم تنسى الحفظ، ما في حفظ باللغة البرمجة، لغات البرمجة كل الفهم، لازم تفهم الموضوع. وأي سؤال أو استفسار عندك أو شيء ما فاهم الموضوع اكتب لي في التعليقات أسفل الفيديو، إن شاء الله راح نجاوبكم بالأسئلة بالأجوبة المفيدة. وكذلك راح أخلي لك هذا الكود أيضا أسفل الفيديو.